الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للتنسيق مع مصر والأردن لضمان التزام إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة. مجلس حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم حرب محتملة بغزة، ويدعو لوقف شحنات الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل موظف الإغاثة في غارة جوية، ومنظمة World Center Kitchen تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. تواصلت الدولة جهودها لدعم الأشقاء في قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الإطار. هذا ولم تتوانى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بذل كافة الجهود والمساعي الدبلوماسية من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين والتوصل لوقف إطلاق النار، فضلا عن التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. أكدت الولايات المتحدة استعدادها للعمل بالتنسيق الكامل مع مصر والأردن وحكومة إسرائيل والأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات الإنسانية لضمان تنفيذ الخطوات التي أعلنتها إسرائيل مؤخرا لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، قالت في بيان نشره البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات الحكومة الإسرائيلية لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذلك بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مع تواصل فتح معبر رفح البري. هذا ويواصل مطار العريش الدولي استقبال شحنات المساعدات الدولية دعما للأشقاء في القطاع المحاصر. المزيد يطلعنا عليها الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري. زملائي في الاستديو، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، وقع الأمر أن ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة اتخذ منحى جديد، ربما بعد المكالمة الهاتفية الهامة التي تمت بين الرئيس الأمريكي بايدن وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، والتي أدت إلى العديد من التغيرات. كان من نتيجة هذه التداعيات هو مطالبات مصرية وأممية بعدد من الأمور على صعيد الملف الإنساني، وفي مقدمتها أولا تمديد ساعات العمل بمعبر كرم أبو سالم إلى 3 ساعات ليكون من 7 صباحا وحتى 6 مساء، ضرورة الموافقة على عمل المخابز داخل قطاع غزة وتزويد هذه المخابز بالوقود، أيضا ضرورة الموافقة على تفعيل خط مياه نحل عوز شمال قطاع غزة وإصلاح البنية التحتية لهذه لمواسير المياه داخل قطاع غزة نفسه، وأيضا مطالبة مصر والأمم المتحدة بزيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم لتصبح 300 شاحنة بالإضافة إلى 100 شاحنة من منفذ العوجة، أيضا بالإضافة طبعا إلى فتح معبر إرز بيت حنون في شمال قطاع غزة وميناء أسدود الإسرائيلي على ساحل البحر المتوسط، وذلك من أجل زيادة وتيرة المساعدات الإنسانية والدخول بهذه المساعدات مباشرة إلى شمال
قطاع غزة. ربما هذا يخفف العبء على معبر رفح، وبالتالي يكون معبر رفح البري سيخصص إلى المساعدات في منطقة جنوب قطاع غزة. هذا على مستوى تداعيات المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي. أما فيما يخص معبر رفح اليوم، واليوم طبعا يوم جمعة نصف عمل، مر ما يقرب من 75 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 45 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز و3 للسولار. بالتزامن مع هذا، بناء العريش البحري استقبل سفينة إماراتية محملة ب 3000 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية، سيتم تفريغها وتسليمها للهلال الأحمر المصري لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا حتى يتم إمداد المستشفى البحري الإماراتي العائم داخل الميناء بكافة المستلزمات. إليكم زملائي في الاستوديو. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي المطالبة بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات لإغاثة مواطن القطاع المحاصر. جاء ذلك خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي سياق متصل، قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن نحو 2 مليون مدني في غزة يفتكرون لكل مقومات الحياة، داعيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خالص أمله في أن تزيد إسرائيل بسرعة وبشكل فعال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ووصف غوتيريش الوضع في القطاع بعد مرور 6 أشهر منذ اندلاع الحرب بأنه بائس تماما. كما جدد غوتيريش النداء لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات دون عوائق، مشددا على أن حملة الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية تسببت في أعمال قتل ودمار لا هوادة فيها للفلسطينيين في قطاع غزة. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة. ودعا المجلس دول العالم إلى التوقف عن بيع أو شحن الأسلحة إلى جيش الاحتلال في قرار صدر اليوم بهدف المساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 33,000 شخص. وصوت مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لصالح القرار بأغلبية بلغت 28 صوتا مقابل 6، مع امتناع 13 عن التصويت. طالبت منظمة وورلد سنتر كيتشن الخيرية بأن تحقق لجنة مستقلة في مقتل موظفي الإغاثة التابعين لها في غارة جوية إسرائيلية على غزة، مستنكرة قيام جيش الاحتلال بالتحقيق بنفسه. ووفقا لبيان نشرته المنظمة أنه بدون تغيير منهجي سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية والمزيد من الاعتذارات، فضلا عن المزيد من العائلات المكلومة. اعترف الجيش الإسرائيلي بقتله موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية. وأعلنت القوات الإسرائيلية ارتكابها أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات، ما أدى إلى قرار بإقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا. وخلص التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقدت خطأ أنها تقصف مركبات نقل مسلحين من حركة حماس، عندما قصفت الطائرات المسيرة السيارات الثلاث التابعة لمنظمة وورلد سنتر كيتشن الخيرية.
أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إعادة فتح معبر إيرز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل. وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية قد وافق في اجتماع على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، كما وافق المجلس كذلك على زيادة المساعدات القادمة من الأردن من خلال معبر كرم أبو سالم. يأتي ذلك بعد مطالبات أمريكية بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الغارة على موظف الإغاثة بعناية، مشيرا إلى أن إسرائيل تخضع للمساءلة وتتخذ خطوات لضمان عدم تكرار ذلك. وأضاف بلينكين أن بلاده ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه أكد أن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض. وأضاف بلينكين في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا أن بلاده ستنظر إلى عدد الشحنات التي تدخل غزة، كما ستنظر واشنطن أيضا إلى المؤشرات على المجاعة المحتملة لمعرفة ما إذا كانت تتراجع. The number of trucks that are actually getting in on a sustained basis and get not just getting in but then getting around the aid being distributed throughout Gaza, including critically northern Gaza. Some of the measurements that we've been deeply concerned by, including the fact that almost 100% of the population. قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن قرار إسرائيل يفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة. كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن إعلان إسرائيل فتح طرق المساعدات بشكل مؤقت إلى غزة ليس كافيا نظرا لحجم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأضاف ميشيل أن الأطفال والرضع في غزة يموتون بسبب سوء التغذية، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود الكبيرة وعاجلة للكف عن الفور عن استخدام الجوع أداة من أدوات الحرب في قطاع غزة. ذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 33,091 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75,750 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن 54 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب 82 خلال الساعات 24 الماضية. ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن أكثر من 200 طفل فلسطيني منهم 23 طفلا من قطاع غزة معتقلون في سجن ماجدو الإسرائيلي وهم رهن الإخفاء القسري. وأضافت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن هذا العام يعد الأكثر دموية بحق الأطفال الفلسطينيين،
وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم، مشيرة إلى أن أكثر من 14,000 طفل فلسطيني في غزة استشهدوا خلال الستة أشهر الماضية، إضافة إلى أن آلاف الضحايا منهم ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض. أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما أدانت المنظمة الاعتداء السافر على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بإطلاق قنابل الغاز السام والمسيل للدموع عليهم داخل باحاته، ما أدى إلى إصابة واعتقال المئات منهم في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أنه تم غلق 28 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم في أعقاب قرار اتخذته دائرة الأمن في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ذلك بالتنسيق مع جهاز الشباك. وأتي هذا الإجراء على خلفية اغتيال مسؤولين رفيعين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بغارة إسرائيلية، أحدهما أرفع مسؤول إيراني في سوريا، كذلك إثر تحذيرات من رد فعل إيراني. وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنحاء العالم يتخوفون من أن يكونوا هدفا لانتقام إيراني، مضيفة أنه في بعض الدول صدرت تعليمات متشددة أكثر للدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تم منعهم من مغادرة بيوتهم. أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وصول بعض مواد الإغاثة إلى إقليم دارفور غرب السودان للمرة الأولى منذ أشهر عبر الحدود مع تشاد، إلا أنه كرر التحذير من تفاقم كارثة الجوع في البلاد. وبحسب البرنامج التابع للأمم المتحدة، وصلت إلى مناطق في دارفور نهاية الشهر الماضي قافلة مساعدات كانت محملتين بمواد غذائية يستفيد منها نحو 250 ألف شخص يواجهون الجوع الحاد. أعلن الجيش الأوكراني أن سلاح الجو قد أسقط كل الطائرات المسيرة وعددها 13 طائرة التي استخدمتها روسيا في هجوم الليلة الماضية على المناطق الجنوبية. وأضاف الجيش الأوكراني أن سلاح الجو قد دمر الطائرات المسيرة فوق مناطق زابوريجيا وأوديسا. وذكر الجيش الأوكراني أن إحدى الهجمات قد استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا، ولكن الدفاعات الجوية صدت كل الطائرات المسيرة. وصفت الخارجية الروسية خطة السويد لإقامة قاعدة عسكرية لحلف الناتو على جزيرة كوتلاند في بحر البلطيق بالاستفزازية. وأكدت الخارجية الروسية أن خطة السويد العسكرية على الجزيرة سيحول بحر البلطيق إلى منطقة مواجهة جيوسياسية وسيزيد المخاطر على الشحن. أعلنت حكومة النرويج أنها تخطط لزيادة ميزانية الإنفاق الدفاعي بقيمة 56 مليار دولار على مدى الأعوام 12 المقبلة. من جهته قال رئيس الوزراء يوناس ستورا إن بلاده بحاجة إلى تعزيز الدفاعات في مواجهة البنية الأمنية الحالية. وأضاف ستورا أن النرويج لا تشكل تهديدا لأحد، مشددا على ضرورة أن تكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها في حالة حدوث أزمة أو حرب.
هنأت السيدة انتصار السيسي قرنة رئيس الجمهورية بيوم اليتيم. وأكدت السيدة انتصار السيسي خلال صفحتها على الفيسبوك أن لكل يتيم الحق أن يعيش حياة سعيدة كلها أمل ورعاية، ودورنا أن نوفر لهم كل السبل للراحة والأمان والتعويض. وشددت السيدة انتصار السيسي على ضرورة أن يكون كل منا عائلة لكل يتيم، نشاركهم أفراحهم وأحزانهم ونرسم البسمة على وجوههم. تحتفل مصر بيوم اليتيم الذي يوافق أول جمعة من شهر أبريل من كل عام، ويعد الاحتفال بيوم اليتيم فكرة مصرية بدأ تطبيقها في عام 2006 قبل أن يتم تعميمها بالعديد من الدول العربية بعد ذلك. شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لهم بالمواقع الشرطية وتوجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وتوزيع هدايا على نزلاء هذا الدور. جاء ذلك من منطقة المسؤولية من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم الأطفال الأيتام. من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تحرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال الأيتام. في هذا الإطار قامت الوزارة بمشاركتهم الاحتفال بيوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل من كل عام. أنا موجود في وسط الخلق لي طاول مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. إقامة المدينة المرورية للأطفال أحد مظاهر احتفال وزارة الداخلية بالأيتام، حيث استقبلت عددا من الأطفال الأيتام وتم تعليمهم قواعد وإرشادات المرور من خلال هذه المدينة التي شهدت تفاعلا بين هؤلاء الأطفال ورجال المرور. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل. دور الكبير اللي بيقدموه وزارة الداخلية لجميع الطلبة، ودي مش أول لقاء ولا أول مرة، دايما مهتمين بيهم لدرجة ان المدينة المرورية جاية لهم النهاردة في حفل ترفيهي لحد عندهم في المدرسة. تعلمت الإشارات المرور وركبت عربيات وعلموني ازاي اسوق، وكنت فرحانة جدا ان انا جيت حفلة، وانا فعلا اتبسطت جدا مع الضباط هنا عشان علموني اشارات المرور والسواقة. النهارده كان يوم حلو قوي بجد، وانا مبسوطة قوي. تحية بس. تنوعت احتفالات وزارة الداخلية بالأيتام، حيث تم استقبال أعداد منهم بالمواقع الشرطية المختلفة، بخاصة إدارات المرور والحماية المدنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عليهم. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل. إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. جينا شفنا الضباط وشفنا دور رجل الإطفاء وشفنا قد إيه إن دوره مهم، وعرفنا إزاي مثلا لو حد وقع في ورطة إزاي مثلا ننقذ نفسينا. إحنا بجد اتبسطنا وعرفنا إن إحنا نتصرف إزاي في أي حاجة حصلت، مثلا إن إحنا نعرف نتصرف أو نكلم المطافي. فبجد أحب أشكرهم على اليوم الجميل ده. واستمرارا لدعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام، نظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة لدور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية، شهدت توزيع هدايا متنوعة عليهم، وهي تأكيد على اهتمام الوزارة بهم وحرصها على رعايتهم طوال العام. نشكر الضباط
وجم النهارده وزورونا وفرحانين قوي. كل مره لما الضباط بيجوا بيبقى يوم حلو قوي، احنا بنفرح معاهم وبيبقى يوم حلو على طول لما بيجوا كلنا بنفرح واليوم بيبقى حلو قوي. بيقدموا خدمات للاطفال والحقيقه يعني بيسعدونا وبيسعدوا الاطفال عندنا في المؤسسه. شهدت هذه الزيارات استحاب قوافل طبية للكشف على الأطفال نزلاء هذه الدور وتقديم رعاية طبية وصحية لائقة لهم مع الحرص على صرف الأدوية اللازمة. احتفالات ودعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام متواصل على مدار العام تأكيداً على معاني التضامن والتكافل وتفعيلاً لدور الوزارة الإنساني في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتيسير سبل الراحة والحياة الكريمة لهم. نظم التحالف الوطني احتفالية يوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم. تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية احتفالية يوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم. الاحتفالية التي أقيمت بنادي جرين جاردن بالفيوم تضمنت مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين. النهارده في الفيوم 500 طفل من مؤسسات الرعاية ودور الأيتام هيفطروا معانا وهنوزع هدايا وعاملين لهم احتفالية كده إن شاء الله تبقى جميلة. يوم اليتيم ده يوم جميل طبعا، بنحاول إن احنا نفرح فيه الأيتام ونساعدهم ونحاول إن احنا نعوضهم الفقدان سواء الأب أو الأم. احتفالية يوم اليتيم شارك فيها عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم ومؤسسة الجرح التي نفذت احتفاليات مشابهة في محافظات الجيزة والسويس في إطار خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجاً. نفرح أطفالنا ونخليهم مبسوطين في هذا اليوم ويقدروا يعملوا أنشطة وألعاب وفعاليات ممكن ما تبقاش متاحة على مدار العام. جايين النهاردة عشان نحتفل بيوم اليتيم ونقول لهم كل سنة طيبين وإن شاء الله يبقى يوم جميل كده وسعيد، وانا اول مره احتفل بيوم اليتيم برا الجمعيه عندي. هذا ويهدف التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي منذ انطلاقه الى تحسين اوضاع الفئات والاسر والمناطق الاكثر احتياجا ودعم جهود التنميه بالتعاون مع كافه مؤسسات الدوله وشركاء التنميه المحليين والدوليين للوصول الى مجتمع تنموي مستدام، فضلا عن الارتقاء بجوده حياه المواطنين. نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر إفطاراً جماعياً بمشاركة 700 متطوع من محافظات صعيد مصر تحت شعار لمة الصعيدة. أقيم الإفطار في 7 محافظات هي بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان. تحت شعار لمة الصعيدة نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر إفطارا جماعيا بمشاركة 700 متطوع من محافظات صعيد مصر بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات والمؤسسات الأهلية للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين. النهاردة موجودين في سوهاج مع أكثر من 600 متطوع من 7 محافظات من محافظات الصعيد بداية من بني سويف ولحد أسوان عشان نكون بنحتفل ونكون موجودين وبنسمن جهود المتطوعين اللي تمت على مدار شهر رمضان الكريم من كل الأنشطة اللي تمت سواء الكراتين الغذائية سواء وجبات الإفطار سواء ملابس الكسوة. احنا بنجني ثمار جهد ومجهود متطوعين خلال شهر رمضان اللي بفضل الله قدرنا خلاله نوفر 20,000 وجبة للأسر المستفيدة والمستحقة في سوهاج هنا، وقدرنا
وفر الحمد لله 5000 كرتونه غذائيه للاسر المستحقه والمستفيده، وزيها اعداد كتير وكتير في كل محافظات الصعيد. بنحتفل بجهودهم اللي قدموها في خلال شهر رمضان وطول السنه اللي بيقدموها للاسر الاكثر احتياجا في كل قرى الصعيد، ولا يخلو قريه الا ما يكون فيها متطوع بيقدم ايد المساعده لاي اسره محتاجه الاحتياجات الاساسيه من خلال تقديم وجبات سخنه، ومن خلال تقديم شنط غذائيه، ومن تقديم معارض ملابس، ومن خلال وصلات ميه. 700 متطوع النهارده بنفطر مع بعض في لمه العيله او لمه الصعايده زي ما بيقولوا. ده الفطار الثاني الكبير اللي بنعمله، عملنا فطار في القاهره، ده ثاني فطار لينا. بنحتفل بالانجازات اللي احنا عملناها في خلال شهر رمضان. احنا عملنا ما يقترب من 170 الف وجبه، 70 الف كرتونه غذائيه وزعناها، كملنا في القوافل اللي بتطلع لاخواتنا في غزه، واحنا بنعمل كل حاجه دايما فاكرينهم ودايما شغالينهم. وان شاء الله في 100 شاحنه بالنسبه لصناع الحياه، وفي قافله ان شاء الله متوقعه يا اما قبل رمضان او قبل العيد او بعد العيد مباشره. وخلال شهر رمضان المبارك عملت مؤسسه صناع الحياه مصر على توفير 350 الف وجبه من 33 مطبخا في 17 محافظه، بجانب تسليم الكراتين الغذائيه ل 200 الف مستفيد في جميع المحافظات. احنا كنا شغالين حوالي 30 مطبخ من 17 محافظه لانتاج اكثر من 350 ألف وجبة ساخنة يتم توزيعهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر المستحقة والأكثر استحقاقا. ده تكريم لمتطوعين الصعيد من أسوان لبني سويف، أسوان الأقصر، أنا سوهاج، أسيوط وبني سويف. المتطوعين فعلا تعبوا على مدار الشهر، فحبينا نكون نعمل لهم تكريم بسيط ونجمعهم في العيلة الكبيرة. ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، وإنما شملت المساعدات توزيع الملابس على 5000 أسرة والخدمات الطبية والمساهمة في إقامة مشروعات صغيرة. النهاردة متجمعين لأول مرة في محافظة سوهاج لإفطار الصعيدة من بني سويف لأسوان بحضور حوالي 600 متطوع من كل المحافظات. شغلنا على أكثر من 4000 وجبة جاهزة للأسر بتتوزع في كل مراكز وقرى أسيوط خلال شهر رمضان الكريم. مؤسسة صناع الحياة مصر تعد إحدى المؤسسات الأهلية الوطنية غير الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين تحت مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية. شهدت قرية غرب سهيل في أسوان تنظيم القافلة العلاجية المجانية على مدار يومين، ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة تقديم الكشف الطبي في العديد من التخصصات الطبية وتوفير الأدوية بالمجان للمترددين من أبناء القرية وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة. القافلة العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل. من النهاردة القافلة الطبية بتضم معنا 8 تخصصات طبية مختلفة، معنا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية. زي ما قلنا لحضراتكم الكشف والعلاج بالمجان في القافل. بنبدأ فعاليات القافلة بعمل ندوة تثقيفية صحية لسكان المنطقة، بنتكلم في جميع الأمور الصحية والطبية اللي تخصهم، بنوجههم لكيفية حصول على الخدمة الطبية سواء في القافلة أو في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ثم بيتوجه المواطن للحصول على خدمة طبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاستشاري أو الأخصائي في كل تخصص. لو محتاج أشعة، محتاج تحليل، محتاج علاج، بيتم صرفه في القافلة بالمجان. القافلة الطبية المجانية إن شاء الله مشرفيننا بإذن الله، والقافلة من كل الأصناف الأدوية والدكاترة موجودين بإذن الله إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية. Thank you.
ومن أخبار الطقس إلى عناوين الختام. الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للتنسيق مع مصر والأردن لضمان التزام إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة. مجلس حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم حرب محتملة بغزة ويدعو لوقف شحنات الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل موظف الإغاثة في غارة جوية، ومنظمة وورلد سنترال كيتشن تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مستمر. وهدير أبو زيد، مساء الخير يا حكمة. مساء الخير يا محمد. يعني خلاص أيام وينتهي شهر رمضان، وكلنا الحقيقة شايفين أن رمضان ده عدى بسرعة، أسرع رمضان غريب في التاريخ. صحيح. صحيح. يمكن من حلاوة أيام وإحنا ما بنبقاش عايزين رمضان. كل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وسلام يا رب. وأنتوا دايما بخير. كل سنة طيبة هدير، موفقة إن شاء الله. بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. أستأذنكم نبدأ حلقتنا.